الأنشطة النووية لإيران تتطور بسرعة، وقد تمتلك طهران سلاحاً نووياً أو أكثر من ذلك خلال فترة لا تتعدى أسابيع بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبه قدم معهد العلوم والأمن الدولي تحليلاً لتقرير الوكالة الدولية، وأوضح فيه أن المخاوف تزداد فعلاً بسبب نمو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ولأن الجدول الزمني لامتلاك متفجر نووي أصبح صفر، بمعنى أن طهران تخطت هذه المرحلة فعلياً. كما أن إيران إذا ما أرادت زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% ليصبح ما يطلق عليه عادة يورانيوم الأسلحة النووية، فيمكنها القيام بذلك خلال أيام باستعمال أجهزة طرد مركزي متقدمة، بل يمكنها حينها أن تجهز سلاحين نوويين خلال شهر واحد فقط بعد بدء تحرير اليورانيوم. وفي غضون 45 يوماً من بدء تحرير اليورانيوم يمكن لإيران إنتاج ما يكفي من يورانيوم الأسلحة لتجهيز سلاح نووي ثالث، مع العلم أنه في 15 من مايو الماضي كان لدى طهران مخزون بلغ 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مخزون قابل للزيادة لأن معدل إنتاج طهران لليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقدر ب 4.3 كيلوغرام شهرياً. كل هذه التطورات وقعت حين لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مراقبة إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة على مدار أكثر من عام. فهل باتت إيران خارج نطاق الرقابة الدولية؟ أم أن عودة برنامجها النووي المربع الآمن ما زالت في الإمكان؟